يا سيادة الرئيس، الحكومة خنقتنا احنا واللي خلفونا واللي خلفناهم واللي هيخلفوهم بعد كده. الأجيال اللي جاية بتتحمل بالقروض دي، هتدفعها من دم قلبها. والحكومة حضرتك لا تعرف إلا جيب المواطن وسلفني شكرا. حرام عليكم الشعب، خلاص لو انتم مصدقين ان انتوا الناس فرحانة بيكم، والله ما حصل. واسمع كلمات الناس بينها وبين بعضها، اسمعها، اسمع كلمات النواب بينهم وبين سيادة بعضها. سيادة النائب، عايز النهاردة تقول ان المصريين عايشين كويس؟ ده لا صناعة نافعة وماشية مع الناس، ولا تجارة ماشية مع الناس، ولا زراعة ماشية في البلد. هنخالف ضميرنا؟ هنطلع نقول البلد ماشية كويس وهي مش بلد مش ماشية كويس؟ في عصر الحكومة دي الأسعار بتغلى مرتين وثلاثة في اليوم. العالم مش عارفة تعيش ومش عارفة تستقر من غلاء الأسعار الفاحش. الدين الحكومي في 2016 بلغ 2 تريليون جنيه، في 2019 وصل 4.7 مليون جنيه، في الحساب الختامي اللي احنا بنبص ليه وصل 6.3 تريليون جنيه. يعني نسبة زيادة من 2016 للنهاردة 262%. أنا عايز حد يقول لي إنه الأجور زادت 100%، أنا عايز حد يقول لي إن الاستثمار زاد 100%، لكن الحاجة الوحيدة اللي بتزيد هي الديون. الناس بتقول كفاية. أنا من 3 سنين وقفت هنا لوحدي وقلت كفاية على الحكومة، لازم تستقيل. النهاردة أنا مش لوحدي، أنا ومعايا نواب كتيرة، والشعب بيصرخ ويقول كفاية كفاية كفاية. الحكومة دي لا تحكم ولا تستطيع أن تحكم، وغير مؤهلة للحكم، وكفاية عليها كده.